طبعا يعني بيقولوا كده لا تأتي المشاكل فرادى، لكن احيانا المشاكل بتبقى يعني احنا اللي بنعملها لنفسنا. فتعالوا كده نتكلم على مشكلة برضو، مشكلة تخصنا احنا هنا. فاليورو نيوز بتقول ان شهر 10 اللي فات في طيارة وصلت الصين عليها دبلوماسيين اندونيسيين ومعاهم كمان رجال دين مسلمين. السبب ان هم كانوا عايزين يأمنوا اللقاح بتاع كورونا لاندونيسيا. في الوقت اللي كان الدبلوماسيين الاندونيسيين في الصين مشغولين بالصفقة اللي بتضمن وصول ملايين من اللقاحات للمواطنين، رجال الدين بتوع اندونيسيا كانوا بيبحثوا في موضوع تاني. ايه هو؟ كانوا بيشوفوا تركيبة اللقاح، هل التركيبة بتاعته دي مسموح بيها شرعا؟ ويورو نيوز بتقول انه تم استخدام جيلاتين مشتق من لحم الخنزير كعامل استقرار لضمان بقاء اللقاح آمن وفعال في التخزين والنقل، علما ان بعض الشركات اشتغلت سنين عشان تطور لقاحات خالية من مكون الخنزير، وشركات الأدوية السويسرية من ضمنهم نوفارتس عملت لقاح خالي من الخنزير ضد الالتهاب الزحائي. بس الوضع الحالي في العالم مش بيدي فرصة لانهم يشتغلوا، فشغل محتاج سنين. يعني بيقولوا دلوقتي لازم يكون في جيلاتين متاخد من الخنزير.